إن شاء الله الشباب والأصدقاء والإخوة والأخوات هنبدأ المحاضرة بعد دقيقتين الساعة 6 إن شاء الله. دلوقتي الساعة 5:58، وإن شاء الله اصبروا معانا الدقيقتين دول علشان نبدأ مع بعض المحاضرة دي، ويعني كونوا معنا إن شاء الله. جزاكم الله خير، ونراكم إن شاء الله بعد دقيقة ونصف أو أقل من دقيقة ونصف. ما زال دقيقة إن شاء الله ونبدأ لكي نكون ملتزمين بالوقت إن شاء الله جميعا مع بعض إن شاء الله كلنا، علشان تعم الفائدة. وزي ما أنا وعدتكم على الفيسبوك، دي وجبة سمينة، والديك بسم الله ما شاء الله أكبر من الديك بتاع بياكلوه الناس في الأعياد، وإن شاء الله هنشوف الوجبة دي شكلها إيه بالنسبة لنا كلنا إن شاء الله، وأنتوا كلكم معزومين على هذه الوجبة إن شاء الله. يلا نشوف أي طبخة أو أي طباخ مننا يستطيع أن يطبخ لنا طبخة الديك الرومي في الفرن إلى آخره إلى آخره. وناقص لنا حوالي 30 ثانية أو أقل من 30 ثانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب الطيبين الحلوين، الأصدقاء في كل مكان، الإخوة والأخوات حيثما كنتم وأينما كنتم، أتمنى لكم دايما يعني إقامة هانئة سعيدة، خاصة في الظروف اللي احنا كلنا بنمر بها في خلال جائحة كورونا التي تحاصرنا منذ أكثر من عام الآن. الحمد لله أنكم بصحة وعافية وخير، واتمنى لمجتمعاتكم ان شاء الله تكون مجتمعات متعافيه مفعله مشاركه في التطوير المجتمعي على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم. طبعا بعض الشباب بيقولوا ايه الديك الرومي والتغيير المجتمعي، ايه العلاقه بين الاثنين، وايش دخل الديك الرومي في اللي احنا بنتكلم فيه، وايه اللي بنتكلم فيه احنا يعني قاعدين من يعني المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن بشكيم، وكان شاب من الشباب اللي عملوا في العمل الإغاثي وربنا يعني توفاه. قبل كده اتكلمنا عن المسارات المجتمعية، واتكلمنا عن كذلك الخطوط الهندسية في المجتمعات، وكانت شوية معقدة لأنها كانت فكرة جديدة جدا. المرة دي واليوم احنا هنتكلم عن فكرة بسيطة علشان كل الناس اللي معانا يستطيعوا أن يستوعبوها، خاصة فيما وجدناه ولمسناه خلال ال10 سنوات الماضية. ليه أنا حطيت الديك الرومي ده؟ لأن الديك الرومي دايما نافش نفسه على الفاضي، يعني إيه يعني زي ما تقول إيه أنت عامل لي زي الديك الرومي يا جدع، أنت وهو نافش ريسك على إيه وهكذا. وده اللي إحنا بنشوفه دايما. الشرايح يا علي، وده اللي إحنا دايما بنشوفه في اللي هو علي، وده اللي احنا دايما بنشوف ماتشات الكوره، يبقى الانسان يدخل الجون ويقف وقفه كده منتفخ ومنتشي، واحنا مش عايزين لا انتفاخ ولا انتشاء الى اخره الى اخره وهكذا يعني. فالفكره بتاعت المحاضره دي، طبعا انا بشكر الشباب اللي معايا بيساعدوني، وكل اللي بيساعدوني كلهم شباب، واتمنى انكم تستفيدوا بالشباب حيثما كنتم وانما كنتم في كل زمان وفي كل مكان. هو محمد يوسف وعلي الشوا. الفكره دي جات لي من الشاب الجميل اللي انتم شايفين صورته ده قدامكم على الزوم، فاتمنى انكم تخشوا على الزوم علشان تتابعوا المحاضره بالشرايح وبالصور اللي هي موجوده. الشاب ده اسمه رشدي، انا اعرفه منذ لا ما لا يقل عن 6 7 سنوات لما كنت بروح تركيا مع بعض الجمعيات اللي هو اتحاد مؤسسات اللي هو المجتمع المدني اللي كان في اسطنبول، ودلوقتي انتقل لغازي عنتاب، كان هو شغال فيه، وهو من الشباب اللي بيحبوا الاعلام وشغال في الاعلام، فكان بيتناقش معايا عن الاطوار اللي هي مر بيها مراحل التغيير في مجتمعات مختلفه، سواء كان المجتمع السوري
أو المجتمع الليبي أو المجتمع التونسي إلى آخر، أو المجتمع اليمني إلى آخره إلى آخره. فكان دي الفكرة بتاعته، لأن يعني بتختلط بالشباب، لما نختلط بالشباب هم كلهم أفكار وكلهم حيوية وكلهم فتوة وكلهم رؤى لابد أن يستفاد منها. فالمحاضرة دي كلها اللي أنا بتكلم عنها هي فكرة الأستاذ رشدي اللي هو كلمني فيها وتناقشنا فيها من أسبوع تقريبا، وأنا كلمت فيها الكلام اللي أنا كنت هتشوفوه النهاردة معايا. في شاب تاني آخر كنت أنا التقيت بيه في مصر في 2012، وكنا إحنا بنرتب مؤتمر لسوريا بالذات علشان الحالة الإنسانية في سوريا مع الجامعة العربية. فالشاب كان بيكلمني قال لي القضية هتنتهي، قلت له يا ابني القضية مش هتنتهي إلا بحل سياسي، الحل العسكري إلى آخره لن ينهي القضية. وده كان 2012، ما كانش مصدقني، بس لما قابلته أكتر من مرة بعد كده هو اقتنع بالكلام اللي أنا بقوله. نرجع بقى نشوف إيه هو التغيير المجتمعي، إيه هو التغيير المجتمعي اللي هنتكلم عليه بعد ما اتكلمنا على الفكرة، فكرة رشدي والشاب الجميل اللي أنا قابلته في مصر في مؤتمر الإنساني الاستجابة الإنسانية لسوريا في الجامعة العربية، وكان حضرها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى آخره، كان المنتدى الإنساني هو المنسق لهذا اللقاء سنة 2012. الصورة اللي قدامنا دلوقتي الشريحة تقول في دروس لابد أن نتعلمها، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا لازم نتعلم من الدروس، لازم 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 نتعلم من الدروس، شئنا أم أبينا. لابد ان نتعلمها من معايشة الثورات والتغيرات المجتمعية التي قامت بها المجتمعات عشان تعمل تغيير مجتمعي، لابد نتعلم منها في إخفاقات وفي إنجازات وفي تقدمات وفي تأخرات إلى آخره، وخاصة في عدم إدراك مين اللي هم بعض قادة التغيير المجتمعي. يعني كتير جدا من قادة التغيير المجتمعي ما كانوش مدركين لصعوبة وخطورة وتحديات التغيير المجتمعي داخل المجتمعات، هي أصبحت زي المياه الراكدة في المستنقعات. طبعا من هذه التحديات اللي كتير جدا من المسؤولين عن التغيير المجتمعي في سواء كان في المجتمع السوري أو في المجتمع العراقي أو في المجتمع الليبي أو في المجتمع اليمني ما كانوش مدركينها، بعض الناس مش كلهم عشان بس واحد ما يظلمش الناس كلها، ما كانوش مدركينها في ذلك الوقت. أهم هذه النقاط هم يمكن 14 نقطة هقولهم بممتاز سرعة، هتكلم عن الحل بعد كده. وده جزاكم الله خير للأستاذ رشدي اللي هو علمني كيف أتكلم معكم من خلال خبرة عملية أنا شفتها في خلال ال 11 أو 12 سنة الماضية. أول حاجة، بعض القيادات دي ما كانتش مدركة لعمق الدول، مش دولة واحدة، عمق الدول العميقة داخل كل مجتمع من المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها، في أكتر من دولة عميقة أو أكتر من مسار للدول العميقة، في دول عميقة عاملاها الدولة الأساسية علشان تحافظ على كيان هذه الدولة، زي اللي هي المؤسسات اللي هي بتحافظ على كيان الدولة اللي ما بتتعاملش مع الجمهور مباشرة. في دول عميقة فاسدة زي المجرمين، زي بتوع الدعارة، زي بتوع المخدرات، زي الحاجات دي كلها، زي الإرهابيين إلى آخره، زي داعش وما أدراكم ما داعش إلى آخره. وفي دول عميقة أخرى تحررية، زي في بعض الدول محتلة من جهات معينة بيحاولوا يحرروا بلادهم منها. ففي دول عميقة داخل كل مجتمع، حتى كنا في المجتمعات الغربية اللي موجودة احنا عايشين فيها، هو في دول عميقة راسخة تستطيع أنها تحافظ على كينونة الدولة وكينونة المجتمعات وكينونة الوطن. وفي طبعا في فساد بيكون مستخبي تحت، فكلما ازداد مناخ الحريات في المجتمع كلما تخلصت الدول العميقة الفاسدة وقويت الدول العميقة الصالحة. يبقى هنتكلم في بعض هؤلاء الناس من اللي هم قادة التغيير المجتمعي ما كانوش مدركين بعمق الدول وليس الدول واحدة العميقة داخل المجتمعات دي كلها ومدى تشابكها. زي ما انت كان عندك جنينة حديقة في البيت وبتحاول تشيل الحشائش الضارة، فكل لما تنزل تحت بتلاقي جذور متشابكة جذور متشابكة جذور متشابكة جذور متشابكة، وتبقى أصعب عليك أو يصعب عليك أو تبقى من المستحيل تتخلص من كل الجذور دي. لما سميها الدول العميقة اللي أنا بتكلم عنها، يعني الدول العميقة دي بتكون متشابكة في الفساد داخل المجتمع، في جزء منها بيكون متشابك مع دول أخرى خارج المجتمع. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كتير جدا من هؤلاء الناس ما كانوش مدركين
لحجم الفساد المجتمعي اللي هم عايشين فيه. كانوا يعتقدوا، حتى انا كنت يعني بناقش بعض الامور مع بعض الاكاديميين في 2012، وبعض الناس كانوا بيقولوا والله يعني الفلوس اللي موجودة عند في تونس عند رئيس الجمهورية، ومش عارف في ليبيا عند مين، وفي دي ممكن نوزعها على الشعب. منتهى البساطة والسذاجة، منتهى البساطة والسذاجة، لأن الفساد موجود، موجود وليه قوانين بتحميه. نمرة ثلاثة، يعني في ناس متعجلة لقطف الثمار، وأنا قلت أكتر من مرة أرجوكم ما فيش ثمرة بتخرج من بذرة بين عشية وضحاها. حتى ربنا لما خلق السماوات والأرض خلقها بالتدرج في سنوات أصبحت هي بملايين السنين. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جعلنا نعيش في حياة أسرية مع أولادنا من خلال اللي هو ولادة المرأة لأبنائها وأطفالها، بتأخذ في التدرج إلى آخره. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه أنه يبقى نبي أخذت منه هذه المهمة 23 سنة. مفيش حاجة بتحصل بين عشية وضحاها. النقطة الرابعة زي ما انت شايفينها، اللي الجماهير دايما بتكون يعني ارتفاع سقف التوقعات. ليه؟ انتوا كنتوا عايشين في الضلمة وعايشين في ضنك وعايشين في كذا وكذا وكذا، فهدي علشان نتقدم. مش كل واحد فينا عنده قضية عايز يحلها النهاردة، مش هتتحل النهاردة. دي بعض المشاكل اللي كانت مواجهة اللي هم بعض اللي هم القادة اللي بيحبوا يعملوا التغيير. عدم وجود رؤية واضحة، وللأسف 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 وللأسف، يعني كل واحد مننا عنده رؤية، وكل واحد عايز يفرض رؤيته على الرؤية الأخرى، وكل منا يقول أنا وبعد الطوفان. غلط غلط غلط. إذا كنا بنحاول ننقذ مجتمع من المجتمعات، فعلينا أن نتوحد ونتآزر ونضع رؤية من أجل إنقاذ هذا المجتمع اللي هو بيعاني من ويلات الفساد اللي موجودة داخله. عدم التمكن منا، مش قادرين نعمل رأي واحد. كل منا في وادي، يعني فلان في وادي وده في وادي وده في وادي وده في وادي وده في وادي، ودي كلها أشياء احنا شفناها ولابد أن نتعلم منها ونتعلم من أخطائنا. ها، وتعلم من أخطائنا. ده اللي حصل، بعض الأخطاء اللي احنا حصلناها أو الدروس اللي احنا تعلمناها. في بعض القادة التغييريين هم صحيوا بين عشية وضحاها لأنهم مسؤولين بقوا قادة، يعني قلة خبرة ووعي بعض القيادات. يعني في ناس ما فيش قاعد في مسجد ولا قاعد في كنيسة ولا قاعد مش عارف حارة، ولقى الناس نزلت وهتلف حوالي بعض الناس، قال لك أنا قائد، أنا كمان، أنت قائد وأنا قائد. زي ما كان الناس زمان، أفتكر كلمة الشيخ الله يرحمه محمد الغزالي، يقول لك كل شاب قرأ لي كتابين ثلاثة يقول لك نحن رجال وهم رجال. لا، أنت مش رجال. الرجال اللي عملوا الفقه الإسلامي والأحاديث إلى آخره إلى آخره إلى آخره، دول ناس مشيوا لآلاف وعشرات الآلاف من الكيلومترات وسنين، قد تقتل عشرات السنين، 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة عشان يجمعوا هذه المواد. فهم رجال ونحن لسه ما بقناش رجال. فما اقدرش، قلة الخبرة وقلة الوعي من بعض القيادات التغيير. دي نمرة ايه؟ سبعة. الصريحة اللي بعدها يا علي. علي؟ نمرة ثمانية ايه يا علي؟ انا مش شايفها عندي هنا. في شريحة نمرة ثمانية؟ شايف انت عندك شريحة من ثمانية؟ لا، ما فيش ثمانية، خلاص يبقى خلاص هات الشريحة اللي بعدها. نمرة تسعة، ودي مهمة جدا. لو انتوا فاكرين في فيلم كان عمله احمد حلمي اسمه يا ربي اسمه ايه يا ربي؟ مطب صناعي. كان بيعلم بنت لغة عربية كده وبتاع ده، وقال كلمة معناها متقوقع المتقوقعين، والمتقوقعين حاجة زي كده. دي أصبحت ثقافة دلوقتي. في ظل الدول الغاشمة، الدول الدكتاتورية، الدول العسكرية، الدول الأمنية، الدول اللي هي السلطوية اللي يحكمها شخص واحد فقط، بتضطر الأحزاب ويضطر الجمعيات والمنظمات والتنظيمات والجماعات كلهم إنهم يخفوا الشباب اللي عندهم، علشان الأنظمة دي كلها بتقبض على كل هؤلاء الشباب النشطين وتضعهم في السجون للأسف يعني. فبيجبروا المؤسسات المجتمع المدني انها بدل ما تشتغل في العلن تشتغل في السر والعياذ بالله. وده حصل كتير جدا جدا جدا، وده بيخلق ثقافة قوقعة المتقوقعين. يعني ايه قوقعة المتقوقعين؟
توقعات المتقوقعين دي ما تنفعش انها تشتغل بها في وسط مجتمع مفتوح يستطيع ان هو يعمل تغيير مجتمعي. بمعنى احنا دلوقتي مش بنتكلم عن ايه؟ عن ان هؤلاء الناس اللي عاشوا في غيابات الظلامات او في السجون او الاخرى انهم يعني والعياذ بالله يعني بينتقص منهم شيء، ابدا بالعكس هم قبلوا بلا حسن، لكنهم فرض عليهم ثقافه مناخ انعزالي يجعلهم غير قادرين على مواكبه التغير المجتمعي او قياده التغير المجتمعي. قياده التغير المجتمعي. في انا سمعت بعض التعليقات وفي احد البلاد لما كنت بزورها قالوا عن بعض الناس اللي خرجوا من السجون يعني ايه ده، ده زي سيدنا يوسف بأمرت ايه؟ سيدنا يوسف عاش في خرج من السجن بعد 10 سنين وبعد كده هو حصل ايه؟ حصل ان بقى يعني ايه رئيس وزراء مصر. ايوه بس ده سيدنا يوسف. سيدنا يوسف اللي هو نبي. سيدنا يوسف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى من ايام طفولته وبعدين لما اتربى في بيت العزيز مصر وبعدين لما خرج الى اخره نبوه، واحنا ما فيش حد فيها نبي. فبالتالي لذلك في هذه الثقافه التقوقعيه المتقوقعه بتفرض علينا ان احنا هؤلاء الشباب اللي هم قبلوا بلال الحسن ان احنا ما نقدمهمش لكي يقودوا الركب في هذه الفتره المتغيره، ولهذا لا ينقص من اجرهم شيء. الاخر الامر الثاني اللي هو بنتكلم عنه في بعض الجمعيات او بعض الجامعات او بعض التنظيمات تجزم وتؤمن انها هي الوحيده القادره على احداث التغيير، وده غلط. ده بنسميه جهل وبنسميه كبر وبنسميه غباء سياسي. انا اكبر مؤسسه انا لا مش هتقدر، لان المجتمعات دوت اصبحت متشعبه ومتجدره ومتنوعه، حتى ثقافات كل مجتمع داخل نفس المدينه تختلف عن ثقافات المجتمعات الاخرى. دي برضك من الاشياء اللي هي ايه بنتكلم فيها قوقعه المتقوقعين. النقطه اللي بعد كده الايمان. في بعض الجمعيات الدينيه بعض مش كل بتؤمن فيها دونيه وعلويه، يعني اصل الناس دول مش مربين لحيتهم، الناس دول مش لابسين حجاب، الناس دول مش عند يعني انت مالك، انت عندك مجتمع لابد ان تتعامل مع كل مكون مكوناته وتستفيد من احسن ما فيه، سواء كان من دينك او من غير الدين اللي انت بتنتمي اليه، من ثقافتك او من غير الثقافه المتكامله. ليه؟ انت بتتكلم عن تغيير مجتمعي يشمل الجميع، والجميع هنا عندهم طاقات وعندهم افكار وعندهم اراء وعندهم اطروحات وعندهم رؤى تستطيع ان تستفيد بها انت، ولا تستعلي بدينك وايمانك عن الاخرين. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. التقوى هنا، التقوى مش هنا، التقوى مش في 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 شكل اللباس اللي بلبسه او طول اللحيه او شكل الزبيبه اللي على الراس الى اخره. نمرة 10، دول الجوار ليها دور. يعني احنا مش عارفين ان في كل تغيير مجتمعي في دول حوالينا بتترصد بينا علشان عايزه تسلخ مخدراتنا، او دول حوالينا بتكون بتساعدنا علشان ننمي قدراتنا. فلابد ان ندرس كاننا من القاده المجتمعيين انه ما تاثير دول الجوار على اي تغيير مجتمعي يحصل في اي دوله من الدول في العالم. دي نمره 10. نمره 11، في قوى اقليميه اخرى، في قوى اقليميه اخرى وفي قوى عالميه اخرى. فكل هذه الاشياء لابد ان صاحب التغيير او صاحب مشروع التغيير يدرك، او صاحبه مشروع التغيير تدرك تمام الادراك ان هناك في قوى اقليميه، في قوى دوليه، في جيران، في كذا في كذا في كذا، هم هؤلاء الناس تدرسهم انت بحيث ان انت لو كان هم متحالفين معاك او متعاطفين معاك او مضادين ليك ومع اللي هو الفساد اللي كان موجود عندنا. عدم ادراك بعض قيادات التغيير بايه؟ بان في ثورات مضاده. يعني في بعض الدول كان اللي قاموا بالثورات المضاده هم اللي كانوا بيرحبوا بالثوار او بقاده التغيير في يوم من الايام. فهنا في يكون في سذاجه مجتمعيه لثقافه الفلسفه السياسيه عند بعض القاده دول. امنوا بالكسب السريع والضحك عليهم الى اخره. فعمليه ان الثورات في ثورات مضاده، وده انا بضرب بها المثل بايه؟ بمثل واضح جدا كان عندنا في غزوه احد
لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الرماة اطلعوا على الجبل ده، ومهما حدث مهما حدث مهما حدث، إن هزمنا أو ما هزمناش، متنا اتقتلنا، ما تتركوش جبل الرماة. الآن بالثورة المضادة في الوقت ده كان مين؟ كان واحد اسمه خالد بن الوليد، ما كانش مسلم ساعتها، كان معاه 50 فارس، كان قاعد بيتربص يتربص، كان نصر للمسلمين، وانتصروا فعلا، وكفار قريش هربوا وكذا 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 وكذا. وفي الآخر بدأ عين خالد اللي هو الرجل العسكري المحنك الذي يعرف من أين أن تؤكل الكتف، بدأ الرماة ينزلوا ويسيبوا المنطقة الاستراتيجية دي كلها. فحول سيدنا خالد هذا النصر إلى هزيمة، ودي كانت الثورة المضادة اللي غاية المسلمين انهزموا في غزوة أحد، ولاء المسلمين ويسر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من رأيه الثورة المضادة عدم اهتمام القيادات بهذه النقاط اللي انا هقولها بمنتهى السهوله، يعني بمنتهى، عشان الانسان يراجع مثل هذه الاشياء. هذه الكلام النهارده، الكلام النهارده لمين؟ الكلام النهارده لعامه الناس وليس للمتخصصين الاكاديميين، زي ما كنت بتكلم قبل كده في المحاضرات في المواد. عدم اهتمام بعض القيادات باول حاجه الكوادر الشبابيه والنسائيه اللي هم تعتبر 50 ل 60% من المجتمع. القطاع المدني المستقل، لابد 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 نقف ونبني قطاع مدني مستقل. تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي، التحالفات، بناء التحالفات والشراكات مع الآخرين، إلى آخره. ده نمرة اللي هو عدم اهتمام القيادات أو بعض القيادات، عشان ما نعممش على الناس كلها. في حاجة تانية كانت واضحة جدا جدا جدا، إنه في بعض القادة دول من اللي بيحبوا يطلعوا في الإعلام انشغلوا بالفرقعات الإعلامية، وعدد المرات اللي راحوا فيها للتلفزيونات وللمحطات الإذاعية ولكذا ولكذا عشان يتكلموا فيها، لأنها كانت شهوة، وتركوا الهدف الأساسي اللي من أجله خرجوا عشان يعملوا التغيير وثورة التغيير إلى آخره، اللي هي مسارات التغيير المجتمعية. انشغال بعض القيادات بالفرقعات العالمية التي تحدثها الثورات المضادة. يعني الثورة المضادة في مكان ما كانت تقولك روح التلفزيون ده، ويقول يبقى هذا الشخص أو هذه المرأة راح 5 6 مرات في اليوم، طب هتخطط لإيه بعد كده؟ هو لما أنت كل شوية طالع في التلفزيون تتكلم كلام لن يغني ولن يسمن من جوع. ما الحل إذن؟ يعني ده احنا استعلمناه من دروس الماضي، خاصة في العشرية الماضية، ولابد إن احنا نقول للشباب عشان هم إيه ما يكرروش مثل هذه الأخطاء في المستقبل إن شاء الله. في حل لكل مشكلة، وفي طريقة للحل لكل مشكلة هنتكلم عنها. أول حاجة نتكلم فيها في الحل ده زي ما انتم شايفين في الصور اللي قدامكم، أن نؤمن أن التغيير ليس مظاهرة. انتهى الأمر. التغيير ليس مظاهرة وقتية فقط. يعني أنا في يوم من الأيام، طبعا الناس صنفوني تصنيفات كتيرة جدا جدا، اللي قال عليا أن أنا بشتغل مع المخابرات البريطانية، أو بشتغل مع المخابرات الأمريكية CIA، أو أن أنا فارس مع التنظيم الماسوني، أو أن أنا يعني زعيم لجماعة دينية عالية جدا. كل هذه الأشياء ما حصل تغيير أحد، وأعلن في أحد التلفزيونات إن في الدولة خلاص استغنت عن رئيس الدولة وعينت جهاز آخر لها، الناس كلها كانت بترقص وبتطبل وعاملة كده في الشوارع، وزي ما إيه زي إيه كأنك أنت مع شعبان عبد الرحيم نازلين تقولوا إيه الحاجات دي كلها. أنا كنت زي الإيه، كنت متشائم ومتضايق. فطبعا الشباب اللي يعرفوني في الوقت ده قالوا بس الراجل ده ضحك علينا بقاله 25 سنة بيقول نبني مجتمعات وكذا وكذا وكذا، ودلوقتي هو يعتبر جزء من الدولة العميقة اللي بيقول لنا عليها ان هي دولة فاسدة. قلت لهم لا الامر مش كده، الامر ان احنا شلنا الغطاء بتاع البلاعة، خلاص شفنا ايه اللي جوه البلاعة، ما شفناش. عندنا حلة بتغلي، شلنا الغطا الحلة وقعدنا نرقص، شفنا ايه اللي جوه الحلة، افتكرناها بقى لحمة فراخ حمام، ممكن تطلع جزمة،
قديمة ممكن تطلع ميتة إلى آخره. فهنا بنتكلم عن إيه؟ هنا بنتكلم إن في أنظمة راسخة، يعني بتقول لك إيه؟ بتقول لك إن الأمر مش مجرد مظاهرة وقتية أبدا أبدا أبدا. قابلت نفس الشباب دول بعدها بسنة اللي كانوا بيسبوني وكانوا بينتقدوني ونعتوني نعوت غير كريمة، بعدها بسنة قلت لهم إيه رأيكم إيه؟ هربوا مني ومحبوش إيه يتكلموا معايا بعد كده. دي نمرة واحد، ده أول حاجة، إننا نؤمن من تغيير ليس مظاهرة. نمرة اتنين، إننا نستعمل كل آليات المجتمعية والتكنولوجية اللي بتجعل المجتمع قادر على إحداث تغيير، اللي هي الآليات الإيه المتاحة للمجتمعات. إنما ثلاثة، عدم التعجل في قطف الثمار زي ما أنا قلت قبل كده، عدم التعجل في قطف الثمار. وفي داخل هذا ألا يعتلي سدة التغيير من كانوا في الأنظمة السرية يعملون أشياء سرية، لأن هم قبلوا بلاء حسنا خلاص، لكن ما ينفعوش العمل العام. قعدوا في السجن 5 سنين 10 سنين 20 سنة مش قادرين يستوعبوا التغيرات اللي حصلت في المجتمع. جزاهم الله خير، قبلوا بلا حسن، نشكرهم ونجيب ناس تانيين غيرهم، لكن ما ينفعوش ان هم يقودوا العمل العام. ليه؟ لان في اختلاف او في فجوه ثقافيه وفلسفيه بين من غابوا عن المجتمع سنوات وكانوا مش متصلين به وكان منهم يعذب ويطحن الى اخره، وياتي الان يعلو على سده المجتمع. دول طبعا صعب جدا انهم يقودوا الركب بعد كده. هو هذا ليس انتقاصا لاحد او مهانه لاحد، بل للظروف الحاليه اللي هم عاشوها. هم عاشوا كده، عاشوا بداخل هذه الظروف، فاحنا مش هنقدر نعطيهم هذه القياده. ليه؟ لانهم حرموا من معايشه التغير المجتمعي ومعرفه الثقافات المجتمعيه والفلسفات المجتمعيه المختلفه في اثناء غيابهم عن المجتمع وهم يعملون تحت الأرض أو داخل اللي هو السجون. فإن كان ولا بد من استفادة منهم، فلا بد علينا من تأهيلهم اللي هي rehabilitation، تأهيلهم داخل مرحلة انتقالية لهم وداخل أحزابهم أو جماعاتهم أو منظماتهم أو مؤسساتهم قبل أن يتقدموا الركب. ولو كنت بتقول أنا شخصيا، أصحاب الأعمال السرية لا يستطيعون قيادة العمل العام، لكن في المرحلة الحرجة اللي احنا فيها دلوقتي، مين يتقدم الركب؟ أول حاجة يتقدم الركب أبناء الحزب اللي هنتكلم عنه ده، أو الجماعات المؤدلجة، أو التنظيمات من المسؤولين اللي كانوا بيشتغلوا في العمل العام. على الأقل هم فاهمين المجتمع، على الأقل فاهمين ثقافة المجتمع، على الأقل فاهمين لغة المجتمع، على الأقل فاهمين مشاكل المجتمع. لكن الناس اللي قد يكونوا أعلى منهم في تنظيماتهم لا يتقدموا، لأنهم حرموا من هذا الفهم في أثناء غيابهم. إحنا مش بنعاقبهم، إحنا بنقول أمر واقعي، من لا يعلم لا يستطيع أن يدير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لأن الإدارة ممارسة مش مجرد واحد هيقول لك كلمتين وأصل في حزق كذا 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 كذا. طب لا، ده هي معايشة مجتمعية تكسبك القدرات والآليات لكي تستطيع أن تدير عملية التغيير. دي نمرة واحد. يكون يعملوا تحالفات، أنا ما عنديش حد، أجيب ناس من أحزاب تانية، من جماعات تانية، من منظمات تانية إلى آخره. وآخر نقطة، وهي يعني إذا كنا مضطرين نستعمل بعض هؤلاء الناس اللي هم عندهم قدرة، فلا بد ان يدخلوا في مرحله تاهيل وتدريب ما لا تقل عن 3 سنوات، لا تقل عن 3 سنوات، ودي مرحله معايشه وتاهيل وتدريب. ولو ان انا شخصيا اقول ان من لم يستطع ان يمارس العمل العام على الملأ لن لا 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 نعطي لا لا يكون هو على سده هذه التغييرات. نمرة 4، في الحلول لابد، شايفين الصور اللي انتم شايفينها معايا دي كلها، اعداد جيل شباب المستقبل. الكلام ده انا بقوله من اكتر من 20 سنة، قيادة المستقبل، ان هم دول
اللي احنا واحنا عايشين لابد ان نأهلهم لجيلهم وهم يتأهلوا للأجيال التي بعدهم. إعداد جيل جديد من قيادة شباب المستقبل، ويكون الإعداد ده شيء لازمة ولزاما علينا أن نعدهم. نمرة 5، التركيز على الاستثمار على إيه؟ على هذه الأشياء. يعني ما احنا دخلنا وأصبح في تغيير، نعمل إيه بقى؟ وإحنا ما إحنا لازم يكون لنا رؤية، لازم يكون لنا أطروحات، لازم يكون لنا أشياء هنعملها، مشاريع. أول حاجة نستثمر في كافة أنواع التعليم، وأنا بتكلم عن كافة أنواع التعليم، وأعطي الأولوية الأولى للتعليم المهني الحرفي الزراعي اليدوي، اللي هو بيوفر أكبر عدد من فرص العمل لكافة أبناء المجتمع، وبيجعل كل فرد من أفراد المجتمع قادر على الكسب. دي نمرة 1. نمرة 2، إن احنا ننمي الاقتصاد الفردي. معناه اقتصاد فردي يعني أنا عندي أقدر أعمل شيء، أعمله وأبيعه. زي ما احنا دلوقتي في الكورونا، في كتير جدا من السيدات في البيوت أو من الشباب في البيوت بيعملوا أكل وبيبيعوه. كل الكلام ده بدأ وأنا قبل ما أسافر من مصر في السبعينيات، عند بعض العائلات اللي هي محدودة الدخل، إنها كانت بتطبخ الأكل، وكان في بعض العائلات بتنظف الخضار وتوديه للإيه، للسيدات العاملات اللي ما عندهمش وقت. وبدأ الكلام ده مسيرة من 40 سنة تقريبا. الاستثمار وتشجيع البناء الاقتصادي الفردي كأحد مكونات الاقتصاد الوطني. يعني الاقتصاد الفردي بتاعنا للفرد هو إحدى مكونات الاقتصاد الوطني ككل. دي نمرة ب في نقطة نمرة 5. نمرة 3، تمكين المجتمعات المحلية. يعني إيه تمكين المجتمعات المحلية؟ يعني كل مجتمع محلي، كل محافظة لابد أن تمكن وتعرف قدرات وثروات وإمكانيات المحافظة اللي هم فيها، لكي تستطيع هي من خلال مؤسساتها المجتمعية في المحافظة أو في الولاية أو في الإقليم، أنها تدير مثل هذه الثروات وتحافظ عليها وتستثمرها. تمكين المجتمعات المحلية إدارة شؤونها في كافة المجالات، وكذلك معرفة مقدار ثروات مجتمعاتها وكيفية حفظها. ليه؟ لأن كتير جدا من المجتمعات دي والأفراد في كل محافظة من المحافظات مش عارفين مدى غنى هذه المحافظات أو مدى فقر هذه المحافظات، وهم كل المحافظات دي كلها إيه؟ كلها غنية 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 غنية، لكن الأنظمة الفاسدة تقنعك أنها هذه المحافظات فقيرة فقيرة فقيرة، كل كي يسلبوا الأموال ويسرقوها. النقطة اللي بعدها في الاهتمام والتركيز عليها، على الاستثمار في القطاعات الزراعية. كلنا نعرف نزرع، والحرفية والمهنية. ليه؟ لأن في ناس كتير جدا يعني حرموا من التعليم. أسهل شيء إن أنا أعلمه ألف به أو أبجديات الزراعة والصناعة والحرفيات اليدوية. القطاع المدني لابد، لأن هو هيكون القاعدة الصلبة اللي هتستقر عليها التغيير المجتمعي. بدون قطاع مدني متماسك من خلال جمعيات مترابطة، لن تستطيع أي دولة أو أي مجتمع أو أي وطن أن تستمر في إحداث عمليات التغيير. النقطة اللي بعد كده، هو أنا بس مش شايفها، الأسواق الشعبية زي ما أنتم شايفين، في سوق شعبي هنا في المدينة زي ما أنتم شايفين وأنا بحبه جدا، وفي سوق شعبي هنا في اسطنبول أعتقد، ولا فين ده كان في سوق شعبي. أنا طبعا بعشق الأسواق الشعبية. ليه؟ لأن السوق الشعبي ده بيدي فرصة كبيرة جدا لكل مواطن إن هو يعمل يكون لنفسه أو يكسب دخل يومي لنفسه، فالاستثمار في الأسواق الشعبية اللي احنا بنتكلم عنها دي، وده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن ده هيخلي عجلة رأس المال تدور ما بين آلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من محدود الدخل، اللي هم هيكونوا جزء كبير، هم هيعملوا ما نسميه الاقتصاد الغير رسمي، وهو جزء مهم جدا من اقتصاد الوطن واقتصاد الدولة، وقد يصل في بعض الدول إلى 40 أو 50 أو 60%. تعزيز بناء مؤسسات الدولة، لابد في المسيرة بتاعتنا بعد ما نعمل تغيير ننظر لمؤسسات الدولة
عشان نبنيها مرة أخرى. وبعدين في حاجة اسمها أن محاربة كافة أنواع الفساد، طبعا دون وجود مجتمع مدني قوي مؤسسة مجتمع مدني قوية لن نستطيع أن نحارب الفساد. النقطة اللي بعدها بنتكلم فيها الاستثمار في إيه؟ بناء منظومة اسمها منظومة الأمن المجتمعي. يعني إيه أمن مجتمعي؟ يعني طب ما في عندنا الشرطة، وفي عندنا الجيش، وفي عندنا في إدارات من الشرطة. الأمن المجتمعي معناه إيه؟ داخل هذه الثورات وهذه التيارات المجتمعية بينزل كثير جدا من اللصوص وغير اللصوص بنسميهم، والبلطجة أو نحن بنسميهم الشبيحة على قول إخواننا السوريين، وبيفسدوا في الأرض، وداخل يكون جزء من الثورة المضادة. فالأمن المجتمعي معناه إيه؟ معناه إن كل حي من الأحلاء بيكون مسؤول عن بناء منظومة الأمن المجتمعي المدني التي تكمل دور الشرطة وتكمل دور الجيش اللي عندنا، بحيث لا يدخل هذه الأحياء من لا يعرفونه. بناء تحالفات داخلية طبعا بين الجمعيات وبعضها إلى آخره، أو خارجية إقليمية أو دولية، والاتفاق على صياغة الوصول إلى آخره. يعني كل هذه الأشياء داخلة في أولويات بعد ما تستقر الأمور عندنا إلى آخره. الشريحة اللي بعد كده يا علي، دايما أنا اتعلمت من كاتب كبير اسمه محمد حسنين هيكل، قال أنا كل ما أتكلم عن قضية أروح أتكلم فيها أشوف الجغرافيا الخريطة بتاعتها شكلها إيه، وده علمها له رئيس فرنسا اللي هو تشارل دي جول، كان ما يخشش يتكلم عن أي حاجة إلا ما يشوف الخريطة الجغرافية لهذه الدولة شكلها. هنا في كذا خريطة احنا هنتكلم عنها. أول خريطة دي مثلا بلد زي اليمن. أي تغيير مجتمعي إيجابي في أي دولة في العالم لازم أعرف كم محافظة، ومين اللي في المحافظات، والقوة اللي موجودة في المحافظات، والفعاليات الموجودة في المحافظات إلى آخره إلى آخره. ما ينفعش إن الإنسان يحاول يبني تغيير مجتمعي دون أن يعرف قوة التغيير اللي موجودة داخل كل محافظة من المحافظات، كما ترون أنت في اليمن، حتى محافظة سقطرة اللي هي موجودة في المحيط الهادي. فداخل هي في خريطة ثقافية، في خريطة اجتماعية، في خريطة ثروات إلى آخره. يعني بس مش أنا بروح أشوف المحافظة، لا، أنا أشوف بس المقدرات بتاعتها، الثروات بتاعتها، الفعاليات اللي فيها إلى آخره. الشريحة اللي بعد كده يا علي، دول الجوار، يعني شوف انا دولتي جنب مين، سواء كانت الجار او كان في قوه اقليميه جنبنا. في قوه اقليميه هي عندها رغبه انها تتسلط على مقدرات دولتي، او قوه اقليميه هي صديقه، او قوه دوليه الى اخره. فكل الخرائط لابد انها توضع امام الناس عشان يدركوا اللي هو الـ عمق التحالفات او عمق الثورات المضاده ضدهم. وضع مراحل مختلفه لبناء مسيره خريطه طريق. في خريطه طريق مش هيتعمل كل حاجه بين عشان نوضحها. خريطه الطريق دي ليها مراحل، قد تكون مراحل كل مرحله فيها كذا سنه، يعني قد تكون خريطه الطريق تستمر 10 سنين او 15 سنه او 20 سنه، لكن فيها مراحل مختلفه نستطيع من خلالها ان نبني في هذه الخريطه، ها، علشان نتجنب الفشل ونحاول ننجح هذه المسيرة من خلال اللي هو رسم خريطة الطريق المنشودة. دي بعض النقاط اللي أنا قلت لما أحطها في الحلول أو في التحديات اللي واجهت كتير جدا من أو بعض اللي هم الناس اللي هم تصدوا لمرحلة اللي هو التغيير المجتمعي. في الخاتمة أنا بتكلم عن هنا، يعني أتكلم في النهاية أقول كلمة كده أنا كتبتها أيضا، إن إرادة التغيير جزء لا يتجزأ، إن إرادة التغيير جزء لا يتجزأ من قوة الإيمان، من قوة الإيمان، سلامة العقيدة، وضوح الرؤية، منهجية الرسالة، وجلال المهمة. أقولها مرة تانية، إن إرادة التغيير هي جزء لا يتجزأ من قوة الإيمان، سلامة العقيدة، وضوح الرؤية،
منهجية الرسالة وجلال المهمة. خمس نقاط، خمس نقاط: إن القيادات والأفراد القادرين على إدارة ماذا؟ محاور إيمانياتهم، أبعاد أفكارهم، تحركات مجتمعاتهم، تنظيم خططهم، رسم مستقبل أجيالهم، التضحية بمكتسباتهم، بناء أسس مجتمعاتهم، الحفاظ على ثرواتهم، ثروات المجتمع يعني المجتمعية، تحقيق أهداف شعوبهم، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، غزل الأربطة الثقافية، صناعة الأنسجة المجتمعية التي تعجب الذراع لتغيير بهم الكفار. هم الوحيدون القادرون على هدي مجتمعاتهم وهزيمة كفار داخل مجتمعاتهم. كفار من؟ الذين لا يؤمنون بتمكين المجتمعات. الكفار الذين كفروا بتمكين المجتمعات، ليس الكفار لو مش على ديني وعد. لا أبدا، من حق أي حد أن يؤمن بدين مختلف عن ديني وعقيدة مختلفة عن عقيدتي وثقافة مختلفة عن عقيدتي، لكن مش من حقه أنه يكفر بالمجتمع وما يريد المجتمع منه، سواء كان هذا الشخص مسلم أو غير مسلم. يبقى أن القيادات والأفراد القادرين على إدارة محاور إيمانياتهم، أبعاد أفكارهم، تحركات مجتمعاتهم، تنظيم خططهم، رسم مستقبل أجيالهم، التضحية بمكتسباتهم، بناء أسس مجتمعاتهم، الحفاظ على ثرواتهم المجتمعية، ثروات مجتمعاتهم يعني، تحقيق أهداف شعوبهم، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، غزل الأربطة الثقافية، صناعة الأنسجة المجتمعية التي تعجب الزراعة لتغيير بهم الكفار. الكفار هم كفار بالمجتمع، هم الوحيدون القادرون على هج أو هزيمة الكفار بتمكين المجتمعات، مش الكفار بالدين، الكفار بتمكين المجتمعات. هؤلاء الكفار هم الذين كفروا بماذا؟ حقوق الشعوب في العيش الكريم، كفروا بحقوق غيرهم في الحياة الكريمة المحترمة، كفروا بأحقية الشعوب في مقدرات مجتمعاتهم، كفروا بأن أبناء الشعوب أسيادا أمثلهم وليسوا عبيدا وأجراء عندهم، كفروا بعدل رسالات السماء وكرامة الأنبياء وكرم الفقراء، كفروا بكل ما هو جميل في الحياة وجعلوا القبيح جميل والجميل قبيح، كفروا بالأخلاقيات والقيم والثقافات والفضائل التي زرعها الرسل والأنبياء، الذين زرعوا البغض وأسموه حبا، والظلم وأسموه عدلا، والاغتصاب وأسموه فضلا، والذل وأسموه عزا، والغي وأسموه ذكرا، والفرقة وأسموها مجدا، والسرقة وأسموها إرثا. إرثا يسرقك ويقول هذا إرثي. هؤلاء الكفار المجتمعيين ليس لهم علاقة لا بمجتمع ولا بدين ولا بخلق ولا فضيلة ولا أي شيء، ولا أي شيء. هؤلاء الذين لابد أن إما أن نهلهم ونهديهم أو نستغني عن خدماتهم. فعلى صناع التغيير أن يعوا يعني الوعي، رفع درجة الوعي عند كل مواطن داخل الوطن. يعوا، فالوعي وجاء، والعلم رجاء، والفكر صفاء، والرؤية عطاء، والذكر سماء، والخلق وعاء. الوعي وجاء، والعلم رجاء، والفكر صفاء، والرؤية عطاء، والذكر سماء، والخلق وعاء. فعلينا أنا وأنتم وأنتم وأنا بكلم الشباب، حتى لو سمعني شخص واحد، شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة، لن أيأس بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتوقف عن صناعة ماذا؟ منظومات التغيير. فالتغيير، اسمعوا هذه، هو حق الشعوب في الحياة. إن التغيير هو حق الشعوب في الحياة الذي وهبه الله لنا، ليس هبة من ملك أو من رئيس أو من وزير أو من أمير أو من شيخ أو من سلطان أو من رئيس وزراء، أبدا. التغيير هو حق الشعوب في الحياة
الذي وهبه الله لنا، فليس من حق كائنا من كان أن يعطل حقا من حقوق الله. ليس من حق كائنا من كان أن يعطل حقا من حقوق الله. أشكركم جميعا على حسن استماعكم لي، وإن شاء الله ألتقي بكم يوم الجمعة في نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن حاجة اسمها الاقتصاد، وأنا هتكلم عن الاقتصاد من خلال اللغات الشعبية مش اللغات الأكاديمية، لكي يستطيع كل منا أن يدرك أنه جزء من بناء الاقتصاد داخل وطنه وداخل دولته وداخل مجتمعه، أو داخل وطنها وداخل دولتها وداخل مجتمعها. جزاكم الله خير، وشكرا على حسن استماعكم، وأتمنى لكم يعني ربنا يحميكم من الكورونا وأخوات الكورونا والأنواع الجديدة في الكورونا اللي جاية لنا كل يوم والتاني إلى آخره إلى آخره. وإن شاء الله سنخرج من هذه الجائحة أقوى مما كنا من قبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.